أسعد الله أوقاتكم مشاهدين. نشرتنا اليوم الأربعاء 22 يونيو 2016. بالأمس ازدادت الرطوبة النسبية وتكون بعض الضباب الخفيف على الفجيرة صباح اليوم. وإليكم صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم، حيث تشير إلى وجود تشكيلات من السحب على شرق الخليج العربي. ننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ وجود امتداد منخفض جوي على شرق الدولة مع وجود امتداد مرتفع جوي على غرب الدولة. تصاحبه رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط نهارا شرقا وشمالا وتكون مثيرة الغبار والأتربة، وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا. والطقس غائما جزئيا بوجه عام ومغبر أحيانا مع ظهور بعض السحب شرقا، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، وتزداد الرطوبة النسبية في الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة غربا. ننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم. الساحلية في أواسط الأربعينات، وكذلك الداخلية في أواسط الأربعينات، أما الجبلية في أواسط الثلاثينات. ولنا أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون خفيف إلى متوسط الموج ومناسب للأنشطة البحرية. أما الحال في بحر عمان، خفيف إلى متوسط الموج ويضطرب بعد الظهر. طقس الغد غائما جزئيا بوجه عام ومغبر أحيانا مع ظهور بعض السحب شرقا، والرياح معتدلة السرعة قد تنشط نهارا وقد تثير بعض الغبار والأتربة، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة غربا. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة وفي أمان الله.